ينقل عن أحد العلماء الكبار وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، أحد علمائنا العظام. هذا الرجل كان مقيد بنافلة الليل، دائما كان يصلي. الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه مؤلف المفاتيح أيضا ينقل أنه دائما قبل الفجر بساعة واحدة كان يستيقظ ويصلي نافلة الليل ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك إلى أذان الفجر. الله مو عبث جعل هذا التأثير في مفاتيح الجنان. لعله ما عندنا كتاب بعد القرآن الكريم أكثر انتشارا في البيوت في كل مكان من مفاتيح الجنان. هذه الأشياء لها تأثير في التوفيق. شيخ جعفر كان مقيد بنافلة الليل، كان عنده ابن شاب في ليلة من الليالي يوقظه، شاب نايم عند السحر، شاب ما عنده خلق، صعب عليه أن يستيقظ من منامه. يقول له شيخ جعفر: قوم يا بني حتى نذهب إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه ونصلي هنالك ونتوجه إلى الله هنالك. الشاب يقول له: أنا مو مهيأ، أنت روح، أنا إن شاء الله بعدين ألتحق بيك. شيخ جعفر يقول للابنة أنه: أنا أنتظرك إلى أن تتهيأ، أنا واقف هنا أنتظرك إلى أن تتهيأ. الشاب يشوف أنه مجبور ما إلى طريق، يستيقظ متثاقل ويتوضأ ثم يأتي مع أبيه إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. سحر، دنيا مظلمة، هناك أمام باب الحرم، باب الحضرة أو باب الصحن، يشوفون فقير قاعد وقد مد يده وهو يستجد الناس. شيخ جعفر يقول للابن: من هذا؟ وما الذي يفعل في هذا المكان؟ شو يسوي هذا الرجل هنا في هذا الظلام؟ سحر جاي هنا قاعد. فقال الابن للأب: هذا فقير يستجدي، استعطي. شيخ جعفر يقول للابن: كم ترى هذا يحصل، هذا المستجدي كم يحصل؟ الابن يقول: درهم مثلا، يحصل درهم. كل واحد يطيل قليل من المال يتراكم يتحول إلى درهم، درهم في ذلك الوقت كان شيء جيد، وفرضوا 10 دنانير. فقال الشيخ جعفر للابن: يا بني، هذا الرجل ترك بيته، ترك عائلته، ترك منامه اللذيذ، وجاء في هذا الظلام إلى هذا المكان لعله يحصل درهما ولعله لا يحصل، محتمل يحصل محتمل ما يحصل. فلا تكن يا بني أقل من هذا الفقير، إن الله تعالى وعد المتهجدين. الله تعالى يقول في القرآن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يقوم يرفع نفسه من الفراش، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى أن يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه الآية كما في بعض الأحاديث في صلاة الليل، أنه صلاة الليل ما إلها ثواب محدد لعظم ثوابها عند الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تكن أقل من هذا الفقير،
هذا الفقير دفعه احتمال الدرهم، وأنت وعدك الله بما لا تعلم من عظم ثوابه وخطورة قدره لا تكون أقل من هذا الفقير. يقولون أن الشاب اهتز لهذه الكلمة، أثرت في هذه الكلمة، وما ترك صلاة الليل بعد هذه الكلمة إلى أن مات. ينقل أحد العلماء يقول: كنت في النجف، كنت واقف في مكان، وإذا أشعر بيد توضع على كتفي، رأيت، شفت أحد العلماء العباد، فقال لي: يا بني، إذا أردت الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإذا أردت الآخرة فعليك بصلاة الليل، وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بصلاة الليل.